السلام عليكم. من غير ما تسطب اي برامج عندك على الايفون، لا، شات جي بي تي هيبقى موجود عندك على الاي مسج، وتقدر ان انت تعمل شات معاه زي ما انت شايف. الاداه دي مجرد ان انت تسطبها عندك، هيبقى شات جي بي تي موجود عندك في الاي مسج، وتبدا ان انت تتكلم معاه، تسجله كانه حد من اصدقائك وانت بتتكلم معاه، ويبدا ان هو يعمل شات معاك. زي ما شفنا كذا مره في الواتساب والتليجرام نفس الفكره، ان يعني انت بتضيف شخص واول ما تديله اي سؤال هو يروح للشات جي بي تي ويرجع لك بيه الاجابه. وفي شويه حاجات كويسه جدا ممكن تقول مثلا فكرني بحاجه معينه، او هات لي معلومه من على النت، وهكذا.